على مسرح محمد السادس بالدار البيضاء عاش الجمهور أجواء موسيقية استثنائية امتزجت فيها إيقاعات جناوة والفلامينغو في تناغم قل نظيره بقيادة المعلم الجناوي حسن بوسو ومغني الفلامينغو راول رودريغيز. مزيج ما بين الموسيقى الإسبانية الفلامينكو والتراث الجناوي ديال الجناوة المغربي. واحدة من التجارب اللي كان قموا بها من طبيعة الحال في هذا الميدان هذا، والتوافق والانسجام راه هو كاين وحاصل، وكنتمنوا انه يروق الاعجاب ديال الناس. سعيد بالتواجد في الدار البيضاء وأنني شاركت المسرح مع المعلم حسن بوسو. هذه المشاركة التي تمثل بالنسبة لي فرصة لفهم ثقافات أخرى وللتبادل أيضا من خلال الإيقاعات والألحان المتناغمة. الأمسية الموسيقية تندرج في إطار إقامة فنية، وهي تشكل حسب المنظمين بداية تعاون مبتكر وتبادل ثقافي فريد بين هذين الأسلوبين الموسيقيين المتميزين. هو نشاط ديال واحد جوج ديال الفرق فنية، واحدة إسبانية واحدة مغربية، واحدة إسبانية من مدينة برشلونة واحدة مغربية من مدينة الدار البيضاء، وجات في إطار ديال الاستضافة اللي غتستضيفها مدينة برشلونة في شهر شتنبير في إطار ديال لا ميرسي اللي هي أكبر مهرجان كيدار في إسبانيا وخصوصا في مدينة برشلونة. وحنا في استعداد الزيارة ديال الوفد ديال الدار البيضاء اللي غادي يمشي لا ميرسي. وتميزت كل الأغاني التي قدمت خلال الحفل بصداها الخاص، ما مكن من إظهار جوهر وغنى هاتين الثقافتين العريقتين.